مرحبا أحبائي الأعزاء في هذه الحصة الأخرى من تعلم اللغة الفرنسية، وذلك لتعلم نطق هذا الصوت الجديد وهو ني. في هذه الحصة كما قلنا سوف نتعلم كيفية نطق الصوت ني ني جي مع ان نقرأها ني. Dans cette leçon, nous allons apprendre comment lire le son ني. أمثلة على ذلك مثلا campagne. Campagne معناها البادية. Gagner هذا فعل، c'est un verbe. Gagner معناه ربحة. Montagne montagne وتعني الجبل. Cigogne la cigogne وهو طائر اللقلاق. اللقلاق la cigogne. Cygne le cygne هو طائر البجع. Le cygne. Accompagner accompagner هذا فعل أيضا، c'est un verbe. Accompagner ومعناه رافق. se baigner بمعنى استحمى. ثم soigner soigner معنى عالج. signal le signal وهو الإشارة. éloigner معناها أبعد. شكرا على اهتمامكم، وإلى حصة أخرى بحول الله.